سألنا نفس السؤال كل يوم اللي يخص عماد الحوسري ويخص سعود الكريري، وحنقول نفس الإجابة اللي موجودة عندنا اللي ما تغير فيها شيء. الحوسري متفق مع النصر وسعود كريري متفق مع الهلال، الاثنين للحين ما وقعوا. الشيء ممكن يتغير ما أعرف، بس أنه إلى الآن حتى اللحظة اتفاقات منتهية. سعود كريري بحسب معلوماتنا أنه المخالصة أنه يلعب مباراة الشباب، يمكن في مباراة ثانية يلعبها، يمكن مش أكيد، بس أنه كان مطلوب منه في المخالصة أنه يلعب مباراة الشباب مع الاتحاد ضد الشباب. قد يعلم بعدها توقيعه لنادي الهلال. سعود عماد الحوسني اتفاقه نهائي، لم يبقى فقط للتوقيع، ممكن احد يدخل على الخط يتغير الموضوع، انا ما اعرف، بس حتى هاللحظه هذه كل الاخبار فيما يخص هاللاعبين تحديدا. تعرفون احنا دقيقين جدا في مساله انتقالات اللاعبين، نقول الاخبار بمنتهى الدقه او ما نعتقد انه صحيح.